هجم في ايه؟ انا قصدك في خدمة يا وردي. خدمة ايه؟ وبعدين ايه اللي جاب الزفت ده معاك؟ متقلقيش، الواد حراس جدع وساب لطفي خلاص، وكلمني عشان بهلول عرف ان انت وزيتي عليه واحد يقتله وانك طلقتيه. انت عملتي كده يا وردي؟ عملت كده وبقيت حرة نفسي. ايه؟ مش هتبارك لي على الطلاق؟ انت كنت عاوزة تقتلي بهلول؟ يا هوجن هو قتلني وقتلك 100 مرة، وبعدين ما هو لسه متنايل عايش. عايش وعايز يقتلك انت وهوجن، وانا كان لازم احذر اخويا عشان هوجن ده اخويا شقي. بهلول ده سيبهولي انا، انا عارفه ده غوفين كويس. انا عاوز اوصل للورا العيال دول. عندي اللي يوصلك، بس بشرط. ايه؟ انك تسيب كمان اللباد وتيجي تشتغل معايا. يلا حر، يلا بينا. خلاص استنى يا هوجن، يخرب بيت قلبتك. انت بس اللي جاي؟ لا ده انا بس. ايه ده لسه في عربيتين جايين ورايا وفي كناصين على الاسطح. ايه يعني يا عمهم ده كلها على الله، وبعون الله متامنه كويس وزي الفل، ما تقلقش يعني. بالنسبه للامانه بقى، مش غلط. اخلع انت، ما شاء الله. ايه الشياكه والقلاقه والقبهه دي؟ مش كنتوا تقولوا لنا ان انتوا جايين تشرفونا؟ كنا عملنا لكم تشريفه حلوه، كنا فرشنا لكم سجاده حمراء ولا رشنا لكم عربيه ورد. ازيك يا منفاخ؟ منفاخ حاف كده ولا عشان لبست بدله؟ انت عارف ان ابويا الله يرحمه كان لا يجرؤ ان يقول لي منفاخ حاف؟ تلاقيه كان بيقول لك ياض يا منفاخ. صح، احنا قاصدينك في خدمه. وانا قد الخدمه. احنا عايزين نوصل للعيال دي يا منفاخ. قصده يا منفاخ باشا، الألقاب محفوظة طبعاً. صح، بسيطة. أنت تعرفهم؟ لا ولا عمري شفتهم. امشي. الله، أمال إيه يا أخويا اللي بسيطة؟ الله يرحمك يا خالتي كوثر. الله يرحمك، ودي اللي فكرك بيها؟ أصلها كانت موصياني عليكي. وبعدين؟ الغاوي نقض بيه. بطاقيته. صح، أنا هاخد في الحوار ده 50,000. 50,000 جنيه؟ ليه؟ هتجيب لنا تامر حسني؟ يلا بينا. استنى بس يا هوجن، ما تزومش وقع يا معلم منفاخ. بس يا تافه. صح، اقعد بس يا هوجن. اقعد ايه؟ ده بيقول لي 50,000. اقعد بقول لك. اسمع يا معلم هوجن، ال 50,000 اللي انا هاخدهم دول مش هاخدهم لوحدي، ده انا هحل بيهم بق كام راجل. الشغلانه دي ليها كواعد واصول، مش دحرجه بطيخ. بقول لك ايه؟ انا هدفع لك 30,000 وتجيب العيال يا منفاخ. كتير يا ورده. ما تشيلش هم، خير ربنا اكتر. ووردة واللي عنده وردة ملكك يا هوجن. ها مجلس الأمة، ننزل بالنشرة. انزل بالنشرة يا سيدي، وإذا كان لك عندي الكلب حاجة أقول له يا إيه؟ يا سيدي. صح، يلا بينا عشان المعلم وراه شغل. حريق حريق، ده أنا قلبي كان في رجلي، خفت تتعكش يا ولد. قلبك كان في رجلك؟ ده أنا رجلي كانت في قلبي من كتر الجري اللي أنا جريته. بس مية مية، المرجلة شاورت عليك، الجدعانة قالت انت راجل. لحظة لحظة يا أرضي. وين؟ تو ثري فور. سبنتي ايتي نانتي توينتي. امسك هذا حراق، مش خسارة فيك. دول اعمل بيهم ايه دول؟ انت بترمي النعمه الامريكيه يا ده لطفي؟ ايه مش عاجبينك؟ دول 40,000 مصري. ايوه يعني ايه 40,000 مصري؟ يعني اعمل بيهم ايه؟ ادفعهم مقدمه توك توك يعني ولا اعمل ايه؟ امال انت عايز ايه يا حريق؟ عايز نص الفلوس دي.
انا عشان ابيع المسخوط الزفت ده الحكومه جريت في ديلي واتضرب عليا نار وكنت هروح فيها. ده انا كنت هموت يا جدع. ما تموت ما تموت. هو انت عايش اصلا؟ عمك بهلول هو اللي عمل منك بني ادم يا كلب. ده انت كان كبيرك تسرق ازازه حاجه ساقعه من كشك السجاير. نسيت ولا 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 ايه؟ ايه ايه يا عم في ايه يا عمهم؟ خلاص اهدى روق. يعني هو الواحد ما يعرفش يعني يتفك معاك بكلمتين ولا ايه؟ ده انا بهزر معاك يعني يا عمهم عشان افكك. يعني ده الدنيا حلوه والعمليه جميله. انت عارف ال 40,000 جنيه دول انا لو كنت شفتهم يعني من قبل ما قابلك ده انا كنت عملت ليله كبيره قوي. احكي لك على حاجه يا عمهم. امي يعني اتولدت وكبرت واتجوزت وترملت وحصل لها كل حاجه في الدنيا وما شافتش 2000 جنيه على بعضيهم. ربنا يخليك لينا كبير ويعني عايشين دايما بحسك وحسك في الدنيا على طول. او كده اصحى معايا يا دلوقتي وتعدل وامشي زي ما انا عايزك تمشي. تاكل معايا عسل نحل لكن هتسوق في العوق خلي النحل يقرص في جتتك لغايه ما تخلص خالص. فاهم ولا مش فاهم يا حراق؟ طبعا طبعا فاهم يا عمهم. يعني ده انت قلت حكمه كمان دلوقتي. طيب انا بالاذن انا هروح بقى يعني افرتك الاربعينية اللي انت اديتهم لي دول لحد ما يعني تديني امر بالعمليه الجديده. اللهم صل على سيدنا النبي. ده احنا خفنا وحلونا والظاهر ان صحتنا جت على ضرب النار. ايه ده في ايه؟ انت عايز ايه؟ في ضيفه عزيزه قوي عاوزه تطمن عليكي. ضيفه مين دي؟ ضيفه ما ينفعش تيجي هنا بس اني سربتها. ايوه ضيفه مين يعني؟ مش فاهمه. استني هوريها لك. لا من فضلك ما تدخليش حد انا مش عايزه اشوفه دلوقتي. انا تعبانه. اصطبري هدخلها لك. اصطبري. لا حول ولا قوه الا بالله. أنا كنت عارف إنك هتفرحي. أصل أنا برضك كنت متعلق بفوزي قوي. يمسيك بالخير يا فوزي. فوزي مين ده؟ فوزي القرد. وحشني قوي. يا ترى يا فوزي عامل إيه؟ قرد إيه؟ جعان ولا شبعان؟ بقول لك إيه؟ بردان ولا حر؟ لو سمحت بقى إيه؟ إيه؟ هو بابي ولا ميس فين؟ الباشا الكبير خطف رجله لحد البيت، يغير هدمته وتنه راجع على طول. ومعرفش الهانم الكبيرة فين. على العموم أنا النبطش معاك النهاردة، لو احتجتي أي حاجة اندهي عليا. سلام عليكم. يوه ده نسيت. أنا قلت أنت أكيد زهقتي من قعدة المشتفشة فقلت أجيب لك الحاجات دي تسلي نفسك. الله. وكمان جبت لك ألوان خشب عشان ما تلخبطيش إيدك ما تلفلحيش إيدك ما تلف. يا لهوي حالي. ما تلخبطيش؟ بسم الله عليك، أنت عرفتيها منين؟ ما تلخبطيش إيدك. وارسمي لنا بقى الـ الـ الحاجات العفشة اللي بترسميها. متشكرة قوي. اسمك ايه؟ هوجا، محسوبك هوجا. ماشي يا هوجا، متشكرة قوي. العفو. بعد اذنك ممكن بقى تستنى بره شوية عشان انا عايزة اقعد لوحدي. ماشي ماشي. الف سلام. ولو احتجتي سعادتك اي حاجة يبقى اندهي عليا. انا هوجا. السلام عليكم. هوجا متشكرة قوي على الحاجات الحلوة قوي دي.